أهلا بكم. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاكم ولاية مينيسوتا إلى التعامل بقسوة أكثر وقوة مع الحراك الشعبي الذي اندلع احتجاجا على مقتل رجل أسود قبل أيام على يد الشرطة. ولوح ترامب بإمكانية نشر الجيش في الولاية إذا دعت الحاجة إلى ذلك. انظروا، يجب أن يكونوا أقوياء ويجب أن يكونوا أذكياء. لدينا جيشنا جاهز ومستعد وقادر إذا أرادوا استدعاء جيشنا، ويمكن أن يكون لدينا قوات على الأرض إن أرادوا ذلك. ومن ناحيته أعلن حاكم مينيسوتا التعبئة العامة في صفوف الحرس الوطني. وكان المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة الأمريكية جو بايدن قد عبر عن أسفه لجرح العنصرية المنظمة المفتوح في بلاده. في غضون ذلك قتل شخص نتيجة إطلاق النار على محتجين في مدينة ديترويت، بينما توسعت الاحتجاجات إلى عدد من الولايات الأمريكية ووصلت إلى مدينتي واشنطن ونيويورك. صرخات غاضبة ملأت شوارع نيويورك. يوم آخر مر على المدينة وكأن غضبا دفينا انطلق دفعة واحدة على امتداد ساعات النهار والليل. سننتظر ونرى أي نوع من الضغوط سنفرض وكم يمكننا الاستمرار لنرى إن كان شيء ما سيتغير، ولكن علينا أن نحاول. أفضل أن أموت وأنا أحاول على أن لا أحاول أبدا. الاعتقالات لم تتوقف، متظاهر تلو آخر سيقوا جميعا إلى مخافر الشرطة في أحياء مانهاتن وبروكلين. ما يجري هو مزيج بين كل شيء، وكأن دهرا بكامله مر على التحرك، وكأن الوضع كان بمثابة برميل بارود وأتت الظروف المناسبة التي سببت هذا الانفجار. آلاف المتظاهرين استمروا في الدفع نحو تجمعات كبرى في ساحات عامة على غرار ساحة مركز باركليز في بروكلين، لكن الشرطة بآلاف العناصر كانت دوما بالمرصاد بهدف تشتيت الصفوف. قوات الشرطة استخدمت الدروع والهراوات في تحركات كر وفر بين الشوارع العامة والفرعية، وحولت كل ما لديها من دراجات وعربات إلى حواجز لتفريق الغاضبين. الاعتقالات بالعشرات والاحتجاجات استمرت طوال ساعات الليل في نيويورك، وهي دلت على أن المسافة تزداد عمقا بين السلطات والمحتجين ساعة بعد أخرى. نبيل أبي صعب، العربي، نيويورك. ومعنا مراسلتنا ريما أبو حمدية من مينيابوليس. مرحبا بك. إذن كيف هو الوضع هناك الآن؟ هل نحضر إلى هذا السيناريو، تدخل قوي لقوات الشرطة والحرس الوطني لقمع المتظاهرين مثل ما يوحي به كلام الرئيس ترامب، أم أن الأوضاع هناك تسير في اتجاه آخر؟ يعني إذا ما نظرنا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي، يمكن أن نقول على الأقل على مستوى الشارع هنا في مينيابوليس لن تذهب الأوضاع إلى الهدوء، خاصة وأنه مع كل تصريح للرئيس الأمريكي تزداد حالة الغضب بين صفوف المشاركين في التظاهرات والنشطاء الذين يقولون أن تصريحات الرئيس الأمريكي لا تصب في خانة الدفع باتجاه الهدوء، وإنما تصب في خانة ربما زيادة الحنق والغضب لدى هؤلاء، خاصة وأن اللوم يلقى بشكل كبير على المتظاهرين لا على ما أدى إلى خروج هذه التظاهرات في البداية. بكل الأحوال كما ترون ورائي المزيد من الناس في الشارع في هذه اللحظة، يقوم هؤلاء بتنظيف الشوارع لإزالة أثار ما حدث الليلة الماضية من عنف وشغب وحرائق وما إلى ذلك. كان هناك حظر للتجوال بدءا من الساعة 8 اليوم، أيضا هناك حظر للتجوال بدءا من الساعة 8، ولكن كل من تحدثنا معهم حتى هذه اللحظة قالوا أنهم لا يأبهون لمثل هذه السياسات التي تحاول الحد من أنشطتهم وتكميم طيب أفواههم في الوقت الذي تستمر فيها الشرطة في عنفها كما يقولون. حاكم مينيسوتا يقول إن الأمر لم يعد يتعلق بمقتل المواطن الأسود وعلى يد الشرطة، بل
بفوضى عارمة في البلاد تستوجب تدخلا، كيف يرد الشارع هناك على مثل هذه التصريحات؟ حتى بعض المتظاهرين يتفقون مع حاكم الولاية عندما يقول إن هناك قوى خارجية أو ناس جاءوا من الخارج يحاولون إثارة الفوضى. يتفق بعض المتظاهرين هنا، يقولون كان هناك اختطاف لتحركاتهم في الشارع من قبل طرفين. الطرف الأول هو المتطرفين البيض الذين قاموا بإشعال بعض الحرائق والذين ساهموا في زيادة العنف لأنهم يريدون إشعال حرب عرقية في الولايات المتحدة، وهذا يصب في مصلحة في هذه اللحظة. والطرف الآخر الذي قام بالفعل بسرقات ونهب وعمليات إحراق خارج إطار القانون، ولكن الغالبية العظمى من المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع طالبوا بتحقيق العدالة لجورج فلويد وكل أولئك الذين قتلوا على يد أفراد الشرطة كما يقولون، ولا علاقة لهم بأعمال العنف التي تحدث. ما يريدونه هو إصلاح القضاء، إصلاح النظام القضائي في الولايات المتحدة، تحقيق العدالة لكل أولئك الذين تعرضوا لعنف الشرطة، وأنه لا شأن لهم بأولئك الذين يحاولون أخذ الأمور إلى خارج هذا السياق، بمعنى إثارة العنف والفوضى خارج الإطار الذي يريدونه لتظاهراتهم السلمية، وهي تحقيق العدالة لكل أولئك الذين ظلموا كما يقولون من عنف الشرطة. التظاهرات التي جرت في هذه المدينة كانت في أكثر من منطقة، تحرك النشطاء من أكثر من جهة، كلهم كانوا يحاولون التوجه باتجاه المنطقة التي قتل فيها جورج فلويد، ولكن ما حدث هو أنه كان هناك اعتراضات من قبل أفراد الشرطة من جهة، من جهة أخرى كان هناك أيضا أولئك الذين أثاروا الفوضى في بعض المناطق، وهو ما أدى إلى مثل هذه الفوضى. ومع ذلك يقولون هذا لن يوقفهم عن التظاهرات لحين تحقيق العدالة. مراسلتنا من مينيابوليس ريما أبو حمدية، شكرا جزيلا لك. ومعنا الآن عبر الهاتف من مينيابوليس إيغوين بورير، الصحفي في مؤسسة بريك ثرو والناشط ضد العنف عنف الشرطة. مرحبا بك، نريد أن نتأكد معك إن كان الذي يحدث الآن ويتصاعد هو قد تجاوز مجرد ردة الفعل الغاضبة الاجتماعية تجاه مقتل المواطن الأسود، أم أننا نمر الآن إلى حراك ينتشر في كل الولايات المتحدة ما دام قد فتح جرح العنصرية وتاريخ العنصرية بمناسبة ما حدث في مينيابوليس؟ نعم، أعتقد بأننا نتحرك باتجاه حركة أضخم ضد العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وما جرى لجورج فلويد كان فعلا جزءا من ممارسات مستمرة ومتواصلة، وما شاهدناه في الأسابيع المنصرمة، لكن أعتقد بأن هذا الواقع يمس جرحا عميقا في الولايات المتحدة الأمريكية. الشخصيات، الشخوص السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم مما يزعموه الآن من رفضهم لما حدث، إلا أنهم لا يفعلون ما يفترض بهم القيام به على المستوى القومي، وما يتعرض له الأمريكيون الأفريقيون من أصول أفريقية، لكن أعتقد ما يراه الناس في أرجاء العالم لما يحدث هنا في مينيابوليس وفي لوس أنجلوس وفي أتلانتا هو مجرد البداية فقط، وأنا أعتقد بأننا أمام حراك سينتشر وسيكبر بمرور الوقت. وكأنك تقول إننا بصدد الحضور لحراك تاريخي قد يأتي بمطالبية ثورية بالنسبة لمستقبل الأفارقة الأمريكيين وكل الذي حدث من حولهم من أعمال عنصرية طيلة العقود السابقة. نعم، طيلة 400 عام إذا عدنا في التاريخ منذ بدء العبودية إلى الآن،
لم تتوقف هذه الممارسات المضطهدة بحق الأمريكيين الأفارقة من أصول أفريقية. الكثير قد لا يصدقون بأن هذه البنية السياسية القائمة بإمكانها فعلا أن تصلح نفسها أو تصلح هذا الوضع القائم. لذا فقد نزل الناس إلى الشوارع لإدراكهم بأن هذه البنية وهذه الهيكلية السياسية قاصرة عن تحقيق هذا التغيير. لذا فقد نزل الناس إلى الشوارع من أجل المطالبة بإحداث تغيير على مستوى الهيكل السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية. وكما ذكرتم في تقريركم منذ قليل حول التجمعات والاعتصامات والتظاهرات في أرجاء أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك وفي ولايات أخرى، هنالك وعي جديد يؤسس له في الولايات المتحدة الأمريكية، وهنالك وعي متنامي بحق المادية التي تتنامى. طيب، والنهج الرأسمالي. طيب، سأنتهز الفرصة لأسألك سؤال. إن كان هذا الحراك قد بدأ يتبلور ويحمل معه نخبا تعبر عنه، مادام هناك هذا المطلب الذي تتحدث عنه وهو إعادة النظر بطريقة هيكلية في ما يمكن اعتباره عقد اجتماعي بين جميع الأمريكيين. نعم، ما لمسناه إلى الآن هذا ما شاهدناه مع بيرني ساندرز الذي لقى صدى كبيرا في صفوف الأمريكيين، في أولئك الذين يناهضون منظومة القوة هنا في الولايات المتحدة. وكما قلت، نحن نعم أمام عقد اجتماعي جديد، الكثير من الناس يتطلعون إليه، الكثير من الأقليات، الكثير من هذه التغييرات التي نطالب بها تحظى بدعم الأغلبية في الولايات المتحدة الأمريكية. التغيير يجب أن يطال جوهر وصلب البنية السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إنهاء هيمنة الأغلبية التي نعاني منها. وكما تعلمون، نواجه مشاكل على مستوى المؤسسة السياسية التي يبدو أنها غير قادرة على تغيير نفسها. هنالك الكثير من الأسئلة. السؤال الأهم هو فعلا هل هنالك أي إمكانية لهذه القيادة السياسية في البيت الأبيض أن تغير نفسها؟ ما لم نرى قيادة سياسية جديدة تصل إلى سدة وإلى إمساك بمقاليد الأمور في الولايات المتحدة وفقا لما يطالب به الكثير من الناس هنا في الولايات المتحدة. إيغوين بورير الصحفي في مؤسسة بريك ثرو، شكرا جزيلا لك. مواقع التواصل الاجتماعي تعج بقضية مينيوبوليس، ومع الزميلة مايا نتعرض للكثير من ردود الأفعال التي وردت في مواقع التواصل الاجتماعي. تفضل. شكرا كمال، أهلا بكم. لم يهدئ الاتهام الذي وجه إلى الشرطي ديريك تشوفن غضب المحتجين على مقتل جورج فلويد، حيث استمرت المظاهرات والاشتباكات مع الشرطة وامتدت إلى مدن عديدة كنيويورك ولوس أنجلوس وبوسطن ولاس فيغاس. وفي مينيابوليس حيث وقعت الحادثة، فرضت السلطات حظر تجول الجمعة وسط إصرار المتظاهرين على البقاء في الشارع، مما زاد من حدة المواجهات. حاكم ولاية مينيسوتا وصف ما يحدث بالفوضى، وصرح أن الوضع في مينيابوليس لم يعد له علاقة بمقتل جورج فلويد، وأضاف أن الأمر يتعلق بمهاجمة المجتمع المدني وزرع الخوف وتعطيل المدن العظيمة على حد تعبيره. تصريح الحاكم هذا أجج غضب رواد مواقع التواصل واستياءهم. نبدأ مع أنيتا سوم التي تقول في هذا الإطار: الشرطة هي التي تهاجم المجتمع المدني وتزرع الخوف، ولا يمكن أن تكون المدن عظيمة إذا كان شعبك يقتل كل يوم بسبب لون بشرته. وروبرت تو يعتبر أنه صحيح لم يعد الأمر يتعلق بمقتل جورج فلويد، بل يتعلق بسلسلة من القتل المتواصل للسود، ويضيف أن الاعتقالات لن تكون كافية. الكاتب كليفتون كولينز يخاطب حاكم الولاية متهما إياهم بالفشل في احتجاز الشركاء في القتل العلني لجورج فلويد، ويعتبر أن الحاكم يواصل تأجيج نيران ما قامت به الشرطة.
وفي المقابل تايلر كوكس يعتبر أن ما يفعله هؤلاء الناس جعل المأساة أسوأ، ويضيف أن العدالة الوحيدة لجورج هي أن يؤدي النظام القضائي عمله. وفي الختام جورج فيروليو يرى أن ما يحدث هو لضمان عدم تكرار الأمر مرة أخرى، والدمار الآن هو نتاج عقود من العنصرية وأجيال قتلت دون سبب. بهذا نأتي مشاهدينا إلى نهاية الفقرة. عودة إليك كمال. شكرا بيا.